السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني النهاردة أدخل معاكم في الموضوع على طول كالعادة يعني، بس حاولوا تستحملوا وتتقبلوا كلامي شوية عشان ممكن يكون كلامي مش على هوا كتير. كارثة بتمر بيها البيوت المسلمة، وحددت بالأخص المسلمة لأن الكارثة دي مش المفروض أبدا تكون ما بين أي اتنين زوجين مسلمين، حتى لو مش زوجين، لو اتنين صحاب راجل وراجل يعني، أو ست وست صحاب يعني أصدقاء زمايل جيران اخوات، وهي انعدام الرحمة. يعني ايه انعدام الرحمة؟ يعني ايه اللي ممكن يبقى انعدام رحمة بين رجل ومراته؟ بتتمثل في ايه؟ والله العظيم بتتمثل في اتفه حاجة، حاجات تافهة جدا. الاول خلوني قبل ما اكمل، شفتوا انا كنت داخلة في الموضوع على طول، ايه رأيكم في النقاب ده؟ لازم طبعا يعني لازم اللي بيعمل حاجة يقول عليها. المرة دي بقى النقاب ده انا اللي عاملة بايدي، وشكل كده ان شاء الله البراند الكوليكشن اللي جاي كله انا اللي هعمله بايدي. عايزة اقول لكم الاول كده ان التقفيل بتاعه عاجبني جدا، اللهم بارك، يعني عشان انا اللي عاملاه، عشان هو حلو. القماشة كأني مش لابسة حاجة، الطول انا اللي عاملاه قصير كده علشان نفسي، هو 25 × 35. اللهم بارك، انا فخورة بيه. خلينا نرجع لمرجعنا. انعدام الرحمه بتتمثل في حاجات ممكن تكون الست والراجل شايفينها حاجات بسيطه قوي، بس مع الوقت والتراكمات بنلاقي نفسنا خلاص اتملينا من الشخص التاني ده ومش عايزين كلمه منه، مش عارفين نبص في خلقته. يعني مثلا الراجل يكون جاي من الشغل تعبان وهلكان ومش قادر يتحرك، وهي تقول له لا ده انت لازم توديني دلوقتي حالا اروح اعمل كذا، انا ماليش دعوه بيك، ده انت لازم تساعدني اعمل كذا، ده انت لازم مش عارفه ايه. طب يا ستي الراجل اللي لسه جاي، الا لو في حاجه طارئه مثلا. يعني انا من كام يوم كنت تعبانه جدا الحمد لله يعني، وكان زوجي جاي من الشغل، فاضطريت ان انا انزل اكشف، ما انا يعني دي حاجه غصب عني وما ينفعش ان انا اجلها، مش مثلا بتدلع تعالى جاي من الشغل، لا لازم واجبرك تروح توديني في المكان الفلاني. تاني حاجه الراجل، برضه الراجل يمكن الموضوع بيتمثل عن الرجالة اكتر، وخلوني اتكى على الحتة دي شوية عشان في زوجات كتير جدا بتبقى مقهورة ونفسيتها تعبانة ومش قادرة تستحمل الظلم اللي بيقع عليها. مش هنقول من ده، مش مسموش عشان يعني، ده اسمه استعباط تقريبا، يعني حد مستعبط حد، حد مش هو بيستعبط حد، مستعبط حد من اول الستة ما تصحى لغاية لما تنام، طلبات طلبات طلبات. الفطار، حضري لي هدوم عشان انزل الشغل. ينزل الشغل، الست طبعا ما بتقعدش بتروق وتكنس وتمسح وتعمل غدا وتنزل تشتري حاجتها من السوق. يجي الراجل، اعملي حسابك هتعملي كذا في الشقه، وقومي اعملي لي كذا، وقومي سوي لي كذا، هاتي لي الفوطه من جوه، قومي هاتي لي كوبايه ميه. ليه يا عم؟ ليه انت ليه ما بتقومش تجيب حاجتك؟ اصلا انا طول النهار تعبان. على فكره التواكل ده انا ضده جدا في البيت. احنا ممكن اكراما للراجل نحضر له حاجته، بس مفيش حاجه ابدا تخليني ان انا كست قاعده برتاح مثلا من شغل البيت اللي هدد جسمي فاقومها رغما عنها انها تجيب لي كوبايه الميه لغايه عندي. بتقوم انت؟ ما بتقومش ليه انت؟ اقوم انا اجيب لك تكرما مني، مش ان انت بتغصبني وانا تعبان اقوم اجيب لك حاجتك. ايه اللي تذوق؟ قومي هاتي لي الشاحن، قومي هاتي لي معرفش ايه ده. حاجات صغائر الامور دي ما فيهاش رحمه على فكره، ومش تواكل بس، ده عدم رحمه فعلا. انك تكون مش حاسس بالست اللي معاك وبتعبها، ولا بتقدرها، ولا حتى مش هقول لك ساعدها بس تقدرها. اللي تقدر تعمله لنفسك اعمله. ما تقولش بقى اصل من حسن ان الست تكون ست طيبه وكويسه ومن اصل طيب انها تقوم باهل بيتها. طب ما هي قايمه، هو انت جيت من بره عملت الاكل ولا جيت روقت ولا جيت كنست ومسحت؟ هي قايمه بدور بس بترتاح. ما ينفعش ابدا يا جماعه ان احنا نقعد ندخل الدين في حتت احنا عارفين كويس جدا ان الثغرات بتاعه الدين او اللي احنا بندخل الدين فيها ممكن ما تنصفناش، وان صفيتنا ما اظن يعني على ما اظن يعني ان الدين عمره ما بينصف حاجه غلط. مفيش اي حاجه تخليك انت راجل بكامل صحتك تخلي الست اللي موجوده في البيت دي، خاصه لو كانت كبيره مش لسه شابه صغيره، قاعده في البيت اهوجي رايح جاي رايح جاي. يا ريت بتتلاقى بشكر، يا ريت بتتلاقى بعرفان. الا ان معظم الرجاله اللي بيخلوا زوجاتهم كده
لا في شكر ولا عرفان، لان هو لو في شكر وعرفان كانوا قدروا التعب. ايه يا انس في ايه يا حبيبي؟ انا بتكلم. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ انا بتكلم يا بابا. ايه ده، حد يحوش الولد ده عني؟ انا بقى فهو مش عاجبه الكلام. فالله يخليكم يا جماعه، تعالوا بس كده، الله يخليكم الله يخليكم. اللي يقدر يعمل منكم حاجه يعملها، واللي يقدر يشيل عن زوجته حاجه يشيلها، واللي يقدر ما يكلفهاش طريقها ما يكلفهاش، واللي يقدر يحسسها ان هو قادر او مقدر تعبها وممتن ليها ومش عايز يتعبها يحسسها. ما اكرمهن الا كريم. حاولوا تبصوا على الحته دي كويس جدا، حاولوا تكونوا كرماء مع زوجاتكم، علشان انا بلاقي والله مهازل في البيوت وبتحكي لي حاجات تضايق جدا. يمكن النهارده الموضوع ما كانش بالبشاعة اللي ممكن حد يكون مثلا حكالي عليها او بعتلي رسالة عليها، لكنه منتشر جدا ومع الوقت بيسبب فتور في العلاقة ما بين الرجل والست، العلاقة الانسانية وعلاقتها بيك كحد قريب منها. فما تستهونوش بصوائر الامور، وما تستهونوش تقول ايه يعني تجيب لي كوبايه ميه كل شويه، ايه يعني بقومها مكانها، ايه يعني تكون متدفيه في عز الشتاء واقومها تجيب لي معرفش ايه ولا تعملي ايه، يعني انها تكون مهدوده طول النهار ويلا قومي اعملي وسوي. حرام والله العظيم، حرام عليكم، لان لو بنتك مش هتحب ان هي تبقى كده مع زوجها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تقولي لي رايكم في النقاط. سلام عليكم.